جدار وشارع وحناجر قطع حرينها في زحام المؤامرات، فتاهت وغابت أيضا، وربما وحدك الأماكن من لا تزال تحتفظ بنشوة الصوت والحلم وآمال الدولة، حيث تغيرت الملامح، وحتى الساحة في محافظة الجوف لم تعد تتسع لشبان فبراير وأحلامهم الصاخبة، كأنك تقول لقد تحول المكان إلى شارع وحسب بعد أن كانت هنا ثورة ارتفعت من خلالها أصوات اليمنيين كمفتتح للمستقبل المنشود. ثورة 11 من فبراير المجيدة خرجت من أجل استعادة الدولة ومن أجل إزالة الظلم والفساد المستشري في نظام الدولة من أعلى الرأس إلى أسفل الهرم. 8 أعوام مضت وحتى اليوم لم تتحقق رغبات التغيير والحرية كما يجب، لكنك مليئة بتناقضات وانحسارات الواقع المر بعد أن تمكن خصوم الثورات في المنطقة من إجهاض الربيع السلمي وإشعال فتيل الحرب في عموم البلاد، وبأدوات الثورة المضادة نفسها كان الانقلاب على الدولة ومحاولة تغييب فعل التغيير وآمال الشعب في الخلاص. هنا تحديدا كانت ساحة التغيير بالجوف، وكان المعتصمون في 11 من فبراير 2011، التاريخ الذي أطل من شرفتك المواطنين على آمال واقع مغاير عنوانه الدولة المدنية والمواطنة المتساوية، شعارات رفعها المعتصمون الثوار وهتفوا بها بيد أن الأمر لم يكن كذلك. فبعد 4 أعوام فقط تحول النضال السلمي إلى ثورة مسلحة للدفاع عن الجمهورية وحلم الدولة الذي انقلبت عليه ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع أنذاك. هكذا كان لمسارات التغيير السلمي أن تنحرف وتختل توازنات القوى بعد إطاحة مشاريع كثيرة من بينها مشروع التوريث وما أفضت إليه من حرب جعلت اليمنيين في مهمة الدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة. وبين هذا وذلك يدفع شبان ثورة فبراير ثمن المرحلة باهظا. أبطال الثورة السلميين الذي كانوا في الساحات السلمية اليوم يقودون جبهات القتال في مستوى في جميع أنحاء الجمهورية. رصاص وحرب، لقد تبدلت الشعارات والهتافات في الذكرى 8 لثورة 11 من فبراير السلمية. لم تعد الحناجر تنشد سوى الحرب أو الخلاص من جائحة الانقلاب التي أضاعت خطى اليمنيين نحو الاستقرار وأعادتهم إلى أزمنة الرجعية والتخلف والضياع. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.